توقفنا المحاضرة الماضية عند الجزئية هذه المالتي واي للسجن، وإنه كنا نحكي على طريقة السؤال مختلفة، إنه السؤال اللي يعني إنه لما أخذنا المالتي واي إنه أخذنا مثال، المثال اللي إحنا أخذنا إنه المطلوب إنه تكتب برنامج لإدخال علامة الطالب وطباعة التقدير وفق نظام الجامعة، حسب نظام الجامعة. طبعا نظام الجامعة يفترض أن أنا أدي لك إياه أنه من كذا لكذا بيكون التقدير كذا، من كذا لكذا وهكذا، تمام؟ فهاي أنه إحنا شفناها F ELF 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 ELS، هذا ملتي واي ديسيجن. وشفنا كذلك أنه كيف أنه إحنا إن يعني أنه لو كانت العلامة أقل من صفر شو راح يصير، وأكثر من 100 شو راح يصير، أنه إحنا شو عملنا فيها، انه هنا فحصت اذا كانت اقل من صفر انه يطبع لي out of range بالباقي كله 1000 1000 1000، تمام؟ وعند هنا اخر جزئية انه 1000 العلامة اقل من او تساوي 100، الالس بتكون اكبر من 100 ساعتها بطبع له كمان مرة out of range، تمام؟ فبالتالي اقل من صفر بطبع out of range، واكبر من صفر بطبع out of range، تمام؟ كيف؟ ايش بدك العلامة؟ ايش تقدير السبعين؟ لا جيد 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 يطلع أكبر من 100 out of range. قلت لازم أمسح على العلامة بعدين أحطه. بدك تعيد التشغيل، هاي وهاي الزر هذا أنت مش بتشغل هنا تحت، هيك بشغل لك من أول وجديد، تمام؟ فأنت عندك هنا هاي 101 out of range. لو واحد بدي أحط له علامة بالماينس دخل البلاك ليست كتير، تمام؟ فهاي مثلا ماينس 10 out of range، ينفعش. اسمع يا أستاذ، اسمع. هاي المرة الماضية. وين؟ أشوف. كيف؟ تتحضر في المحاضرتين؟ لا ما هو المحاضرة. أجيت هاي. أجيت 1000 أقل من 90 تطبع very good، else تطبع له excellent. هاي أقل من 90 تطبع له very good، else إيش معنات ال else؟ أكبر من أن تساوي 90 تطبع له excellent، تمام؟ فساعتها إنه هاي اللي حكيت لك إياه، إنه هذه بتصير else مش 1000، تمام؟ طيب خلي بالك لما تقول هنا اقل من 60 شو معناته؟ لغاية التسعة 50. لو قلت اقل من او تساوي ساعتها لا منفعش هذا الكلام، بتصير الستين داخلة، والستين بصير ناجح مش راسب. فعشان هيك انت بتقول اقل من 60 راسب. تمام؟ وهي الجزئية هاي كمان مرة انه انت بدك تحط انه out of range اكبر من 100 واقل من الصفر out of range. موجودة على اليوتيوب. معادلة لايش؟
لا في شرط. انا حكيت هنا انت عندك الانبوت بدخل لك اياه كسترينج وروح بحوله لانتجر تمام، بلاقي اشاره ناقص بروح بطلع لك تايب ايرور انه انت قاعد بتحول، انه عندك اشاره الناقص قاعد بتحاول تحولها لانتجر ما ينفعش. تمام حكيت شباب يمكن انت تكون مرت عليك او استاذ المعمل حكى لك قصه الايفال. ايفال يعني احنا عندنا الاكس بتساوي انبوت تمام، هنا انت هيو قاعد بستنى منك انبوت، فانت قلت له 12 هاي الاكس 12 كرقم، لكن لما زي ما بحكي زميلك انه هاي بدنا نعمل انبوت قلنا له 13 او 101 ناقص 1، هو بيعتبر انه هذا عبارة عن كاركتر وانت حاطط الداش، وحيقول لك انه لا مش الرقم هذا مش بيس 10 مش رقم 10، شايف؟ فاليو ايرور تمام؟ انه الفاليو اللي انت مدخلها هذه فيها خطأ، انه منفعش انه يكون فيها الداش لانه الداش من مش من النظام العشري، النظام العشري انت عندك من 0 ل 9 تمام؟ طيب الكلام هذا انت ممكن انه انت تسويه كيف؟ انه انت تعمل ايفال هجيت الايفال للعشرة ضرب 3، شو معنى هذا الكلام؟ دالة الايفال شو بتروح بتسوي؟ بتاخد لك هذا السترينج تمام؟ وبتشوف العمليات الحسابية اللي فيه، بتحول هاي لأرقام وبتشوف العمليات الحسابية بتجريها وبعديها بترجع لك الناتج. يعني هنا انت بتتوقع ايش يرجع لك؟ 30. تمام؟ بس عشان تكون الفرق عارف الفرق بين الإيفال والإنبوت. الإنبوت منفعش انه انت تدخل له شغلة زيه، الايفال عفوا الانبوت ما ينفعش تدخل له شغله زي هيك، الايفال بيمشي الحال. ليش؟ لانه عنده القدره انه هو يقطع لك اياها، بنقول لك انه هذه رقم، هذه عباره عن اشاره ضرب، هذه عباره عن رقم، وبيجري العمليه الحسابيه وبرجع لك الناتج. فبالتالي اللي انت بدك تسويه كونت انه 101 ناقص 1 برجع لك قديش؟ تمام؟ انت خليك على دالة الانبوت ماشي، لانه مش حيكون يعني في شغلات انه هطلبها منك بطريقه معقده انه انت تسوي شغله زي هيك في الانبوت. خلاص الانبوت ادخلات يعني مدخلات من انواع معروفه تمام. طيب نيجي للنمط الثاني من الأسئلة، هذا حكيناه المحاضرة اللي فاتت بس بنرجع نأكد عليه مرة ثانية لأنه بده تركيز وبده فهم. إيش السؤال؟ إنه أي جمل من جمل الطباعة مستحيل تتنفذ بغض النظر عن قيمة الإكس. لو أنت معك السلايد اكتب على السلايد نفس السؤال، حدد جمل الطباعة التي لن تنفذ على الإطلاق بغض النظر عن قيمة الإكس. حدد جمل الطباعة التي لن تنفذ على الإطلاق بغض النظر عن قيمة الإكس. احنا تعودنا انه احنا نعرف قيمة الإكس عشان اقول لك انه هذه بتتنفذ او لا، انه حسب الشرط ترو ولا فولس، صح؟ لكن نمط السؤال هذا بيقول لك انه بغض النظر عن قيمة الإكس ايش الجمل اللي مش راح تنفذ؟ كيف بدك تعرفها؟ كيف حل السؤال هذا؟ كيف ايش مفتاح الحل تبعه؟
الجملة إذا كانت بتتنفذ احتمال آه واحتمال لا يبقى هي مش هي الجواب المطلوب. أما الجمل اللي دائماً لا مستحيل تتنفذ يبقى هي الجمل المطلوبة. فأنت بتستخدم نموذج الاستبعاد. إيش هو نموذج الاستبعاد؟ إنه كل جمل الطباعة اللي يمكن آه ويمكن لا بتستبعدها 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 وبيضل لك الباقي هو بكون الحل. تمام؟ طيب بغض النظر عن قيمة الإكس بنقول إذا كانت الإكس أقل من الاثنين اطبع لي بيلو اثنين. هذه الجملة يمكن آه ولا يمكن لا ولا مستحيل؟ يمكن آه ويمكن لا، يبقى لا مش الجملة المطلوبة. مدام يمكن آه ويمكن لا مش الجملة المطلوبة. نيجي لهاي، هذه يمكن آه ويمكن لا ولا مستحيل؟ يمكن آه ويمكن لا. طيب نيجي نفحص هذيك الأولانية بدهاش فحص، هذه بدنا نيجي نفحص. هاجيت هنا لما اجيت على الالس تمام، الالس معناها دائما بتاخذ الشرط عكس الشرط هذا. ايش هو عكس الشرط هذا؟ اكبر من او تساوي الاثنين تمام، والشرط هنا نفس الشرط هذا، هيو اكبر من او تساوي الاثنين. يبقى يمكن اه ولا يمكن اه ويمكن لا ولا لا؟ يمكن اه ويمكن لا، لانه فعلا ممكن تكون قيمه الاكس اكبر من او تساوي الاثنين، فبالتالي هاي الجمله مش الجمله المطلوبه نفس هاي. نيجي للالس عشان تعرف يعني الرينج تبع الاكس عند الالس ايش بدك تاخذ؟ نفس ما اخذنا في الالف، عكس الشرط. اي شرط؟ اكبر من او تساوي الاثنين، اللي هو ايش؟ اكس اصغر من الاثنين، هاي الرينج تبع الاكس. هاي عرفت الرينج تبع الاكس. بتقول يمكن اه ولا يمكن لا ولا مستحيل؟ ايش السبب انه الاستحاله؟ انه انت في عندك شرط فوق هيو بتتنفذ، واذا تنفذ صح ساعتها بتطلع برا عند الضن. والدليل على ذلك انه ارجع لي هنا، إذا كانت الشرط الأول يس هيو F ألف ألس نفس النظام صح؟ إذا كانت يس إيش بيصير؟ أعلم هنا هيو بتروح بتدخل في هذا المسار، انزل تحت على الأولدر، هذا اللي تحت كله بتطلعش عليه. وين جزئية الألس؟ هاي هذه جزئية الألس. يبقى إذا كانت جزئية الإلس نفس جزئية الشرط الأول تبع الإف تمام؟ مستحيل تتنفذ، لأنه أنت في عندك حالتين الترو والفولس. إذا كانت الترو هيو بيجي هنا وبروح بنط عنها أصلاً بطلع برا، ولو كانت فولس مش هيجي عندها أصلاً تمام؟ واضح. يبقى هذه هي الجملة المطلوبة. صعبة ولا سهلة؟ طيب نشوف الثاني. بغض النظر عن قيمة الإكس، الإكس أقل من الاثنين اطبع لي هذا الكلام. هذه يمكن آه ويمكن لا ولا مستحيل؟ يمكن آه ويمكن لا. كيف عرفت يمكن آه ويمكن لا؟ إذا كانت الإكس أكبر من الاثنين لا، وإذا كانت أقل من الاثنين آه، يبقى يمكن آه ويمكن لا، يبقى هذه الجملة مستبعدة. نيجي للجملة الثانية. الجملة الثانية إيش الوضع تبعها؟ ألف، يبقى ألس مع إف. نيجي عند نفككها واحدة واحدة. ألس إذا أنت أجيت للمنطقة هذه بتكون
انت ضامن انه نطاق الاكس قديش اكبر من او تساوي الاثنين. ليش؟ قل لي ليش. لانه عكس هذا الشرط. هذه جزئية الالس. اما جزئية الاف انت بتفحص انه اقل من العشرين، وكأنه بمعنى اخر بتقول لي انه هل بدك تفحص انه الاكس اقل من يعني بين الاثنين والعشرين، اكبر من اثنين واقل من عشرين، بين الاثنين والعشرين. هل الاكس ممكن تكون بين الاثنين والعشرين؟ يمكن او يمكن لا. مدام يمكن او يمكن لا، هذه الجملة برضو مستبعدة. هذه الجملة برضو مستبعدة. كمل، متابعين معايا؟ طيب هذه الف، الس مع اف. نيجي لجزئية الالس. الس لايش؟ لهذا الشرط. ايش هذا الشرط؟ اقل من عشرين. يبقى هنا اكس اكبر من او تساوي العشرين. هاي مدى الاكس، تمام. وهنا الاف انت بتقول اقل من عشرة. هل فعلا في نفس الوقت الاكس ممكن تكون اكبر من العشرين وفي نفس الوقت اقل من عشرة؟ خلاص بتقول مستحيل. يبقى هاي الجملة المطلوبة. شفت كيف بتجيبها؟ قيمة الاكس يعني بين رينج معين، بقول لك يعني هاي تخيل هاي الرينج، هاي الرينج الاول اللي هو قديش؟ عشرين، تمام. وهي عشرة. والله انت بتقول لي انه بين العشرة والعشرين، بقول لك منطق. لكن بدك الاكس تكون اقل من العشرة في المنطقة هذه واكبر من العشرين، بالله عليك قل لي قيمة لإكس بتحقق هذا الشرط. مستحيل. يبقى هذه الجملة المطلوبة بتعلم عليها زي هيك. يعني ممكن يجي سؤال زي المرة الماضية، اكتب برنامج زي اللي اعطيتك نصه لإدخال علامة الطالب وطبعت التقدير. هذه ملتي وي ديسيجن. F ألف ألف ألس. أو ممكن أجيب لك سؤال نمطه مختلف. هاي عندك نمطين، هذيك اكتب كود، لكن هذه استخرج للجملة المستحيل تتنفذ. كيف بدك تعرف مستحيل تتنفذ؟ من الشرط تبعها. الشرط تبعها مستحيل يتحقق، يبقى هاي الجملة المطلوبة، تمام. هيك طريقة الحل. طيب اخر جملة إلس، هذه فيش فيها اف. ايش مدى الاكس؟ إلس لايش؟ هاي الشرط. يبقى اكس اكبر من او تساوي عشرة. هذه يمكن او يمكن لا. ممكن تكون الاكس اكبر من او تساوي العشرة، وممكن تكون اقل من العشرة. يبقى يمكن ويمكن لا. بس ايش بدك تفحص؟ انه الشرط هذا متحقق قبل ولا لا؟ لانه يعني نفس النظام هذا، اذا متحقق قبل خلاص، لانه حينط عنه. بدك تشوفها زي هيك، تمام. هنا خلينا نكتبهم انه الاكس أكبر من أو تساوي الاثنين، وهنا الإكس أصغر من أو تساوي العشرة، تمام؟ تمام. فبالتالي هذه أكبر من عشرين، وهذه أكبر من أو تساوي. هذه يمكن ويمكن لا. فبالتالي الجملة المطلوبة هاي.
وفي هذا السؤال وين هاي؟ تمام؟ واضح يا شباب؟ خلاص. طيب نيجي الآن لمفهوم جديد اللي هو التراي والاكسبت. طبعا في عندنا كود احتمال يتنفذ واحتمال لا، في خطورة. تمام، هذا بنسميه دينجرس كود، دائما بحوطه بتراي، حاول تنفذه، وكأنه بطلب من البايثون انه بقول له لو سمحت حاول تنفذ هذا الكود، صارت معك مشكلة نفذ الجزئية هاي، هاي معنى هذا الكلام. تمام، اذا اشتغلت جزئية التراي تشتغلش جزئية الاكسبت، اذا ما اشتغلتش جزئية التراي بتشتغل جزئية الاكسبت. يبقى اذا اشتغل التراي الاكسبت بيشتغلش، والعكس صحيح، اذا ما اشتغلش التراي بيشتغل الاكسبت. تمام، عشان هيك احنا بنحكي بنعتبره من ضمن الكونديشنال، هذا الباب كونديشنال اكسكيوشن. يبقى شرطي ولا مش شرطي؟ شرطي. انت بتقول اذا اشتغلت التراي بتشتغلش الاكسبت، واذا ما اشتغلتش التراي بتشتغل الاكسبت. لكن كيف؟ هاي انا عندي المتغير هذا، ايش دخلت فيه؟ string. وفي هذا السطر ايش حاولت اعمل؟ احوله لانتجر. هل بينفع string كاحرف نحوله لانتجر؟ منفعش. كيف؟ حيو دالة الانت. تمام؟ value error. تمام، فبالتالي الكود تبعك هاي بيطلع لك هذا الايرور trace back. ايش بروح بيطلع لك؟ بيطلع لك انه في لاين 2 هاي برقمهم هاي 1 2، بقول لك في انه سطر في مشكله في لاين 2 في عندك value error. وايش بصير في البرنامج؟ بعد سطر 2 بتنفذ؟ لا. احنا ليش بدنا نعمله؟ ليش اللي بدنا نعمله؟ انه احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل آلية انه لو صار مشكلة في سطر 2 انه يكون في عندي إمكانية انه اكمل البرنامج بدون ما يصير في عندي كراش. عارف ايش يعني كراش للبرنامج؟ عارف الشاشة الزرقاء؟ عارف البرنامج لما يعلق؟ لما يهنق؟ يبطل يستجيب؟ بيكون في انت عندك خطأ صاير وخلص البرنامج غير تعيد تشغيله. واحنا بدنا نسوي نفس الفكرة، انه البرنامج هذا صارت فيه مشكلة، كيف بدك تصلح الامور؟ بدك تعيد تشغيله؟ لا، بدناش هيك، احنا بدنا اذا صار في خطا يستمر. تمام، فايش بروح بسوي؟ انه هاي الجزئيه بقول له حاول انه انت تحول لانتجر، اذا صارت معك مشكله اعمل شغله ثانيه. تمام، يبقى هنا بنقول له حاول انه انت تحول لانتجر. تمام، اذا صارت معك مشكله نفذ هذا الكود. تمام، خلينا ناخذ مثال.
احنا تعودنا عليه انه مثلا على سبيل المثال انه نتخيل انه احنا المطلوب منا برنامج يطبع الطالب ناجح ولا راسب، مش تقدير ناجح ولا راسب، يعني مش انه التقدير اللي هي اف الف 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 زي المرة الماضية. كيف نعرف انه ناجح؟ اكبر من 60 او تساوي. كيف نعرف راسب؟ اقل من 60. يبقى هنا مارك بتساوي انت انبوت بليز انتر يور مارك، دخل علامة. بقيت نروح نقول اذا كانت العلامة اقل من 60 اقل من 60 راسب. إلس إيش معنات إلس؟ أكبر من أو تساوي 60. تمام؟ ماشي. لأن الهدف من يعني الهدف انه اللوجيك في البرنامج انه انا ركزت على شغله واحده، بديش احط لك اكثر من شغله في البرنامج عشان اشتت الانتباه. تمام؟ فهنا انه هاي المطلوب في البرنامج. حابب اذكرك بالالس وعشان تفهم شو معنات لغه. حقيقه لما بدك تحضر متطلبات، ايش في معكم متطلبات؟ فقه هيك اسمه؟ دراسات في الفقه. بس انت ايش بتحب؟ الاختصار. في مادة تانية ايش اسمها؟ قرآن كريم واحد. قرآن كريم واحد. بتقول قرآن واحد. عقيدة ايش اسمها؟ بتقولها اختصار. في مادة تانية اسمه حاضر عالم اسلامي. ايش بتقول؟ في عندي حاضر. صح؟ فانت دائما بتستخدم الاختصار، وهذا مش عندنا في العربية بس، في كل اللغات، كل اللغات تستخدم اختصار. قاعد بتحكي تشات مع زميلك، بتقول له بدي اروح على المحاضرة، كيف تكتب له اياها؟ تحط حرف الدال بدي اروح. تمام؟ فانت هنا البايثون نفس الفكرة، بدل ما انت تقول له اذا العلامة اكبر من او تساوي 60 اطبع لي ناجح. البايثون بيقول لك انت ليش بتغلب حالك قاعد؟ ليش بتقول لي هنا انه اقل من 60 وهنا اكبر من او تساوي؟ بيقول لك في عندك حاجه في اللغه اسمها إلس. شوف كيف انا بحكيها بالناتشورال لانجويج، بقول لك اذا العلامه اقل من 60، مش اقل من او تساوي، خلي بالك، اقل من 60 راسب. غير هيك هيو إلس. ايش معنات غير هيك؟ خلاص افهمها انه غير هيك اكبر من او تساوي 60، وفر عليك. تمام؟ إلس. والإلس اف نفس المبدا، بدل ما انت تغلب حالك وتقول إلس واف، بختصر لك اياها إلف عشان تكتب كود اسرع وعشان تحكي اسرع، احنا بنحب نتواصل بشكل سريع. تمام؟ لا، الالف عبارة عن إلس اف، جواتها اف، اما الإلس لحال. يعني هاي بتحط شرط معين، هذه انت ممكن تعتبرها انه الف، تدمجها مع بعض. بقول لك انه هاي كله انا ممكن اختصر لك اياه زي هيك الف. الف مع اف اللي هو نفس هذا الكلام. الف نقطتين جوات الالف برضو في شرط جوا. تمام؟ نرجع لموضوع. حقيقة انت عندك المستخدمين نوعين. برجع باكد مرة ثانية انه انت عندك في الموديل لسه جايك دستة اسئلة في الموديل برضو عشان انه انت تكون مصحصح. في الموديل دائما بتحط لي الانبوت زي هيك فاضي،
تمام كيف؟ نعم. ليش؟ لأنه كل واحد بحط لي رسالة شكل. أنا بدي أخذ، بدي أصحح، بهمنيش أنت إيش الرسالة اللي كتب، بدي أخذ إنبوت. فبالتالي تقيد بالمطلوب إنه في الموديل حط لي الإنبوت هيك فاضي، تمام؟ لكن لما تيجي مثلاً بدك تكتب برنامج وتشغله على البي شارم عشان إنه يكون واضح، بدك تحط لي رسالة هنا Please enter your mark عشان أكون فاهم إنه أنا بدي أدخل علامة عشان تطبع للمستخدم زي هيك. Please enter your mark. لو هاي الرسالة مش موجودة، أيوه باخذ input، بس شو بعرفني إيش المطلوب أصلاً؟ أنا كمستخدم عادي إيش بعرفني إيش المطلوب؟ تمام؟ لكن على الموديل خلاص أنا عارف إيش المطلوب، باخذ المدخلات منك بالترتيب، تمام؟ فهنا بدنا نرجع هاي دي زي ما كانت، وهنا نرجع نشغل زي هيك. نرجع للمستخدمين، عندك نوعين منه، نوع على نياته، نوع طيب، تمام؟ ايش بروح بيسوي؟ العلامة تبعته 90، دخل 9 بدل ما يحط 0 حط الداش، هي الداش جنب الصفر، مش شايف الكيبورد بالغلط، وعمل انتر. انا كمستخدم عادي مش متخصص في الاي تي، فاليو ايرور انفاليد ليترال فور انت وذ بيس، ايش هذا الكلام؟ مش فاهم ولا حاجه. انت كمبرمج كاي تي بتفهم هذا الكلام، لكن مستخدم عادي يقول لك في مشكله في البرنامج مش عارف ايش هي. لازم تطلع له رساله تقول له ايش هي المشكله، تمام؟ هذا النوع الاول من المستخدم، اجى يحاول مره ثانيه، تمام، وبرضه في عنده مشكله في الكيبورد، راح حط العلامه برضه 9، تمام، وقبل ما يعمل انتر ضغط بالغلط برضه على زر الكوتيشن اللي جنب الانتر وحط انتر. طب وبعدين في هالقصه؟ هذا مستخدم على نياته، هذا النوع الاول من المستخدمين، تمام. النوع الثاني نوع بتفزلك، نوع بيتفلسف، تمام، بيجي بيقرا بليز انتر يور مارك، علامتي شو بدك العلامه؟ هاي العلامه 75. برنامجك مش شغال هيك، بقول لك هاي، بقول لي دخل العلامة، هاي العلامة 75، مش هذه علامة برضو؟ فلسف عليه، مش شغال، شايف؟ يبقى أنواع المستخدمين عندك 2، بيجي بتفلسف، بجرب مدخلات تخطرش في بالك، تمام؟ وفي واحد إنه بالغلط ضغط على زر مش يعني مش قصده يعني، تمام؟ يبقى أنت عندك مشكلة في السطر رقم 1. فبالتالي كيف بدنا نعالجه؟ بنعالجه بالتراي والاكسبت. بالتراي والاكسبت. إيش يعني تراي؟ حاول. اكسبت إنه إذا صار استثناء. عادة المستخدمين بيدخلوا لك الأرقام عادي، بيدخلوا علاماتهم عادي، تمام؟ في بس هدول الجزئية اللي هم استثناء، يا إما بتفزلك يا إما بكون على نيات، عشان هيك بنسميه استثناء. فكيف بدنا نعمله؟ ركز معايا كيف بدي أعمله في الكود. بروح بقول له هاي الجزئية هاي وين بكتب لك؟ لاين واحد، وين لاين واحد؟ هاي بقول لك في هذا الفايل في لاين واحد في ايرور، ايش هو؟ فاليو ايرور، تمام؟ هيو تريس باك بالضبط. مدام لاين واحد في الإشكالية بدنا نطلب انه يحاول ينفذه، زبط خلاص فيش مشكلة، ما زبطش
ساعتها بقول له بطلع له رسالة لطيفة عشان المستخدم العادي يفهمها. كيف؟ نعمل شرط جديد للسترينج؟ ماشي، ما هذا الاشي اللي بدنا نعالجه احنا. كيف انت بدك تعالجه انه انت تحط النص يعني. ايش اعمل يعني؟ ماشي، لو انا حطيت استنى بس عشان انا افهم انت ايش اللي بتقصده. ايش اعمل انا؟ 75 مالها، ايش اسوي فيها؟ احطها بين كوتيشن 75؟ هيك قصدك؟ ها بدل الانتجر، بدل الانتجر هذه اس تي ار. وكيف بدنا نفحص العلامه هنا اقل من 60؟ هل بنفع اقول انه انت عندك هاي علامته 75 70 5؟ هل بنفع نقول اقل من 60؟ هل بنفع نقارن string مع integer؟ منفعش. حتى لو حطيت string منحلش المشكلة. كيف؟ فهنا بقول لك انه علامة الاصغر من مش مدعومة بين string والintegr، لازم تحول. تمام؟ يبقى طريقة معالجته بالtry والaccept. بنقول له حاول لو سمحت جرب. لاحظ لما التراي بتحط نقطتين، تنساهمش. ما دام في نقطتين يبقى هذا البلوك بده يصير تابع للتراي، مش هذا بس، هذا كله. حاول تاخذ العلامة وتفحصها. إذا كانت أقل من 60 تطبع فيل، وإذا أكبر من 60 أكبر منها وتساوي تطبع سكسس. تمام؟ نرجع هنا. خلي بالك لما بدك ترجع بترجع لبداية السطر على مستوى على محاداة التراي. وتحط هنا accept. تمام؟ يبقى حاول تسوي هذا الكلام. زبط كان بها، ما زبطش بدك تقول له هنا في جزئية accept طلع له رسالة بس لطيفة تقول له print انه الانبوت must be numeric. مش بالحروف يعني، مش 45 او 75. نيوميريك معناها انه انت تدخله بالارقام وليس بالحروف. هيك بتطلع لك رساله لطيفه للمستخدم، سواء كان بتفزلك او بتفلسف او على نيات. تمام؟ شوف معي، هاي بدي نجرب مع الواحد اللي بتفلسف. انتر يور مارك، بدي اشوف 75. رساله لطيفه ومفهومه غير عن الايرور السابق. الايرور السابق مش مفهوم للمستخدم العادي، هذا مفهوم للمستخدم العادي. بيقول لك الانبوت ماست بي نيوميريك. انت قصدك لازم يكون ارقام، ماشي. 75 واضح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ نشوف اللي بتفزله، اللي على نياته انه 9 بدل ما يحط 0 حط الداش زي هيك وعمل انتر. انبوت ماست بي نيوميريك. ايش مدخل انا؟ في داش، في خطا. تمام؟ وتحط طيب. شو معنات هذا الكلام كفلو تشارت؟ معنات هذا الكلام انه هدول الجمل الثلاثة تحت التراي معناها حاول. اذا زبطت هذه الجملة جرب اللي وراها، اذا زبطت جرب اللي وراها، اذا زبطت جرب اللي وراها. زي هيك.
هيك انا بتكون انت محظوظ والثلاث جمل زبطوا، ساعتها بتروح على الضرب. في عندك الاحتمال الثاني، ايش هو؟ اول جمله ما زبطتش على طول، مباشره بتروح على جزئيه وين الاكسبت، هاي الجزئيه. يبقى هنا بتنط من سطر، هاي واحد اثنين ثلاثة، يبقى بتنط من ثلاثة ل هنا أربعة خمسة ستة، سطر أربعة خمسة ستة سبعة، تمام على سطر سبعة. في احتمال تاني إيش هو؟ إنه هذه تزبط، هذه تزبط وهذه ما تزبطش، ساعتها برضو نفس المبدأ، انه اترك البلوك كله واطلع لي مباشرة على جزئية الاكسبت. يبقى هنا من السطر الثاني بنط لي مباشرة زي هيك، عشان هيك احنا بنعتبره conditional. وين الشرط هنا؟ اذا زبط، اذا ما صارش استثناء كمل التنفيذ، اذا صار استثناء بتقفز على جزئية الاكسبت، تمام؟ طيب ناخد مثال تاني. نعمل كالكوليتور، نعمل آلة حاسب. اكتب برنامج، نص السؤال، اكتب برنامج لإدخال رقمين تمام بالإضافة للعملية الحسابية. طبعا العمليات المطلوبة اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة، أربع عمليات. هاي بحط لك إياهم بين قوسين، أربع عمليات حسابية. ومن ثم طباعة الناتج. تمام؟ ما دام انا حكيت ادخال معناها انبوت كيبورد. كم مدخل انا مطلوب عندي؟ ثلاثة. رقمين والإشارة. رقمين والإشارة، ثلاثة رقمين والإشارة. يبقى إيش الاسم المناسب للمتغير؟ نمبر واحد. إيش بيساوي؟ أرقام، مدام آلة حاسبة نتعامل مع فلوت. إنبوت، وهنا بليز أو خلينا نكتبها مختصرة enter first number. هنا نحط نقطتين زي هيك. المدخل الثاني إيش هو؟ نمبر 2 ولا الإشارة؟ خلينا ندخل الإشارة. يبقى الإشارة بدنا نسميها أوب أوبريتور، تمام؟ بتساوي ايش بدنا ناخذها؟ ايش النوع تبعها؟ بوليان. بوليان ترو فولس. عندنا اربع اشارات، كيف بدنا ناخذهم؟ لا بدنا ندخل الاشاره، الاشاره حيدخل بس يا زائد يا ناقص
ايش النوع طيب؟ انتجر؟ لا لا فلوت؟ بدك تحط زائد في الفلوت؟ سترينج النوع المناسب لها سترينج يبقى انبوت مباشر. ليز انتر اوبريتور. اوبريتور يعني الاشاره، جمع او ضرب او قسمه او طرح. بعديها نمبر 2 تمام. حكيت انت مطلوب منك 4 عمليات. كيف بدك تعرف العملية جمع ولا طرح ولا ضرب ولا قسمة؟ كيف بدك تعرف؟ اف اف ايش؟ وين العملية موجودة؟ صح صح يا شباب، العملية موجودة عندك في هذا المتغير، واحنا اتفقنا انه هي string يساوي يساوي plus. ليش حطيتها بين quotation؟ لانه اصلا هي string، دخلها كstring. فاذا كانت العملية يا جماعة شو بدي اسوي؟ تمام. حكيت اتعود دائما لما يكون في عندك برنامج في عدة مطالب انه انت تعملوش دفعة واحدة، انه انت تجربه واحدة واحدة. يبقى هنا هاي بقدر اجرب البرنامج هذا، عندي مدخلات والاشارة تمام، وهنا انا عندي عملية جمع، فبروح بشغل بتأكد انه انا ماشي بالاتجاه الصحيح ولا لا. ليش؟ لانه في البرمجة اذا انت كتبت الكود كله دفعة واحدة بدون ما انت تجربه واحدة واحدة تطلع معك اخطاء بتطول لما تحلها. لكن هنا لو طلع معك خطأ تقدر تركز فيه وتحله وبعديها تكمل الجمع، تكمل الطرح والضرب والقسمة زي هيك تمام. ايش الرقم الاول؟ هاي 10. الاشارة انا نسيت، انا شايف هاي بيّن معايا انه هنا لازم احط نقطتين وسبيس، ما كنتش حطتهم لانه هاي الاوبريتور شايف وين المؤشر، فبالتالي لو دخلتها زي هيك مش لطيفة تمام. فهي عدلتها هنا وبرجع بعيد بشغل، هاي 10 شايف تعدلت الأوبريتور ايش؟ جمع تمام. والرقم الثاني ممكن نحط فلوت، ما دام احنا بنتعامل مع فلوت بنحط 12.5 او 3. قديش الناتج المتوقع؟ 22.3. بعمل انتر مظبوط يبقى شغال، بكمل الباقي. اما بدون ما انت تتاكد وتكمل باقي الشغلات وانت مش عارف حلك صح ولا لا، لا بتركب اخطاء على اخطاء صعب انه انت يعني صعب انه انت تكتشفها تمام. تعود على اسلوب، هذا الاسلوب في كتابه الكود. خليك معي يا استاذ، امنع الكلام. طيب نكمل باقي الإشارات مطلوبة. طيب إيش بده يكون؟ ألف. إنه ألف غير إشارة الجمع، بس برضو بدنا نفحص إنه إشارة تانية. إيش الإشارة؟ إذا كانت الأوب بتساوي طرح، فعمل برضو ألف لأنه واحدة من الإشارات، عشان هيك F ألف 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 ألف. هذه ممكن تكون يعني ألف بدون ألف، لأنه بنفعش أنه أنت تتركها هيك مفتوحة. خلاص واحدة من الإشارات. كيف؟ لا بحط في الالس بقول انه الاوبريشن مش سبورتد، الاوبريتور مش سبورتد. اذا كانت الاوب بتساوي ضرب
ساعتها بعمل نمبر واحد ضرب اثنين. ايش ضايل؟ برضو الف لازم افحص. قسمة ساعتها الالس معناته هنا ايش؟ ولا واحدة من الاشارات الاربعة هدول. ساعتها بطبع هنا انه اوبريتور not supported. احنا الكالكوليتر تبعتنا بدائية بس اربع عمليات، تيجي تقول لي اس، تيجي تقول لي مش عارف ابصر، لا احنا بس جمع وطرح وقسمة وضرب، مع انه الاس نقدر نسويه تمام، بس خلينا الان انه زي هيك. نيجي بنفحص شاغل، هاي 10 تقسيم 2، ليش الناتج 5؟ تمام، هاي القسمة جربناها، ضايل للضرب كيف؟ لأنه فلوت، احنا هيو عملنا الأرقام فلوت. بدنا نجرب الضرب، الضرب بدنا نجرب 3 ضرب 2 6 مظبوط. نجرب تدخل حاجة مش موجودة، 3 مرفوعة للقوة 2 مظبوط، بس الأربعة هدول هيو حطيت لك إياهم في نص السؤال، دائما تقيد في نص السؤال، هاي حطيت لك العمليات تمام؟ واضح الكالكوليتر؟ واضحة. طيب نيجي للي بتفزلك، بيجي انه بليز انتر ذا فيرست نمبر، نمبر يبقى هنا شغالة الكالكوليتر تبعك، مش شغالة الكالكوليتر تبعك، هيو بقول لي ادخل رقم، هيو ها مش هذا رقم تمام، او يجي واحد ثاني انه هاي 10 بدل ما يحط الزيرو حط الداش، نفس الفكره. طيب يبقى من وين طلع؟ من اي سطر؟ من سطر 7. وينه؟ هاي اللي هو بدايه الكود تبعك. طيب نيجي لواحد تاني بيجي بيقول انه ماشي هاي 10 وهي جمع، وهنا لاحظ الايرور وين؟ سطر ايش؟ 9. يبقى هنا في 9 هذا السطر، تمام؟ لا ما فيش. فالحل انه احنا ايش نسوي؟ تراي. قول له حاول تاخذ الارقام هدول، هذا كلام كله شايف علمته زي هيك، وانا معلمه بتضغط على زر التاب. صار وانت معلمه كله، صار وين تابع؟ تابع للتراي. طيب هنا نقول له input، عفوا جملة print input must be numeric تمام،
يبقى حاول واجري العملية الحسابية وطلع لنا الناتج، وإذا ما زبطش ساعتها طلع له الرسالة اللطيفة هذه. هاي حنحط لك إشارة تانية. هاي هنا مثلاً 10 وأنت بدك إشارة إيش؟ هاي إشارة الدولار ساين، تمام؟ وأنت عندك هنا إيش بدك أدخل رقم ولا؟ 5. اللي هي من وين جاية؟ من الإلس. أما هاي بتعالج الأخطاء اللي في المدخلات. زي هيك انه هنا قلت له 10 ناقص 5 طلع هنا الانبوت ماست بي نيوميريك، غير مكانك يا استاذ، غير مكانك، تمام؟ هذا الكلام وين صار؟ جرب السطر الاول زبطت معاه، السطر الثاني زبطت معاه، وين صارت المشكله؟ في هذا السطر. ساب الباقي كله وين راح؟ على سطر 12. يبقى انتقل من سطر 10 قفز لسطر 22، تمام؟ وانت كمان يا استاذ غير مكان. نعم. بشري لك عمليات حسابية عادي. هاي ناقص 10، هاي ناقص 19 زائد 2 قديش بيطلع؟ ناقص 17. فيش مشاكل. بجمع عدد سالب الشرط كله، بجمع بغض النظر على الإشارة. وهي 3 ضرب ناقص 2 قديش؟ طب ناقص 3 ضرب ناقص 2 تمام؟ ضرب سالب في سالب موجب. طيب جيب لك واحد تاني بتفزلك. عشرة تقسيم صفر. في مشاكل لغاية الآن في الأرقام؟ في الإشارات؟ عشرة تقسيم صفر إيش الناتج؟ انت رحت طلعت له نفس الرساله انبوت ماست مين يومريك. طب ما هاي مدخله غير معرفه، هو نفسه غير معرفه. هذا واحد ثاني بتفزلك، واحد ثاني بتفزلك. كيف 10 تقسيم صفر غير معرفه؟ منفعش. راح طلع لك الرساله هذه الالس تابع هاي قسمة. مش احنا هاي هاي هو فعليا حاول يقسم، تمام؟ فطلع اكسبشن وراح نفذ هذا السطر. بس الاكسبشن هذا بدي اورجي لك اياه. كيف بدي اورجي لك اياه؟ هاي بدي اشيل التراي والاكسبت. احنا ايش دخلنا؟ 10 تقسيم صفر. في مشكلة في الأرقام؟ لا ما فيش. 0 ديفيجن ايرور. وبدك تضيفه على قائمة الايرور اللي موجودة عندك، تمام؟ فبالتالي هذا نوع جديد من الايرور، لأنه أنت ما بينفعش تقسم على صفر، فبالتالي هنا ف
float division by zero ما ينفعش هذا ايرور جديد نعم اما الثاني اما الاولاني ايش نوع الايرور تبعه هذا سجله عندك زيرو ديفيجن ايرور خطا قسمه على صفر قسمه على صفر بتنفعش يبقى في ايرور ايش نوعه زيرو ديفيجن 10 تفاحات قسمها على ولا واحد لو انا قلت لك زي هيك ايش بتحكي عني بجد قلت لك يا استاذ خذ هاي 10 تفاحات وزع لي اياها على ولا حدا ايش بتقول عني تصير تخبط ايديك زي هيك لا حول ولا قوه الاستاذ في عنده مشكله فانت ليش بتقول لي انه هذا رقم وهذا رقم كيف بده يقسم بالله عليك كيف بده يقسم على صفر كيف بده يقسم على ولا حدا كيف ماله لانه انا هاي 10 تقسيم صفر قسم لي 10 على صفر اوعى تقول لي صفر بخلص عليك صفر تقسيم 10 صفر تفاحة قسمها لعشر أشخاص كل واحد بياخد زيرو تفاحة صفر تفاحة بياخدش ولا تفاحة أما 10 تفاحات تقسمها على صفر من الأشخاص اوعى تقول لي كمان 10 لمين بدك تديهم العشرة صفر من الأشخاص تمام واضح المنطق منفعش 10 على 0 ما ينفعش نعم انه القسمه على 0 عمليه غير مسموحه هذا كلام يعني يفترض انه تكون عارفه ملهاش حل ما تقسمش على 0 بس هجيت حورجيك بس ال10 بدينا كيف هذا بس لتقسيم الصفر نعم بس يعني هاي 10 تقسيم 3 بطلع لك حتى لو كان في 10 كسور 10 يعني بغض النظر عن الرقم اللي في البسط تقسيم صفر غير معرف نعم حكيت التراي اللي كان موجود طب هذا يعني خليني اورجيك احفظ لي الخطا 10 تقسيم 0 ايش اسمه زيرو ديفيجن تمام اما 10 تقسيم 2 value error error مختلف هكيت التنين طلع لي لهم نفس الرسالة فأنا ايش بدي أسوي الآن بدي أعمل accept لكل error لوحده فبقول له هنا حاول ولا تيأس وأقول له هنا accept واكتب اسم الايرور ايش اسم الايرور كان value error يبقى الجديد عندي هنا انه انت كتبت accept وكتبت اسم الايرور ساعتها بقول له الرساله المخصصه لهذه الشغله انه input must be numeric لازم تكون الادخالات ارقام طب الايرور الثاني ايش اسمه هاي اكسبت زيرو اول ما تكتب زي على طول بجيب لك اياه ما تقولش انه انا مش حافظه وانت بتكتب على البي شارب بس اكتب زي على طول بجيب لك اياه زيرو ديفيجن ايرور هنا بنطبع له الرساله
بنقول له اذا انت مش عارف القسمة على صفر غير مقبولة. يبقى هنا cannot divide by zero، لا يمكن القسمة على صفر. نعم. ساعتها لما تشغل زي هيك بتقول هنا 10 تقسيم 2 لا 2، ايش بيطلع لك؟ رسالة الانبوت must be numeric اللي هي هاي. اما 10 تقسيم 2 0 عفوا، هذه رسالة لطيفة. بينفعش القسمة على صفر، المدخل الثاني صفر، فساعتها انه بغير. تمام؟ واضح يا استاذ؟ واضح لتراي والاكسبت؟ ليش سمينا انه كونديشنال؟ لانه مشروط تنفيذه اذا صار في خطا او لا. تمام؟ يبقى في هذا الباب احنا ايش اخذنا؟ عمليات المقارنه هذول الاربعه، يساوي اصغر من او يساوي، اكبر من او يساوي، اكبر من، اصغر من، لا تساوي. فهمنا مفهوم الانتنديشن، ان يكون في عندي اكثر من مستوى في الانتنديشن. اخذنا الون واي ديسيجن والتو واي ديسيجن اللي هو اف مع الس، والمالتي واي ديسيجن باستخدام الالف. النستد ديسيجن انه تكون اف جواتها اف او فور جواتها اف. تمام؟ واخر حاجة اخذنا التراي والاكسبت. تمام؟ في اي سؤال؟ اتوقع انه انت ينزل لك مسائل جديدة على الموديل عشان انه انت تتمرن عليه. تمام؟ لانه انا ملاحظ انه انت وزنك زاد، لازم تتمرن شوية. تمام؟ I'm going to go to the next one.